تحولي لي رصيد. ها؟ الخدمة مالتي خلصت قبل 25، زين؟ والله لا كوكبة شلون طيرة هاي؟ شنو؟ شفتيه؟ شفتيه؟ رجع يستغلني ويغثني. رجع يستغلني ويغثني؟ ليش ما بنتي ما تفهمين؟ ما تتعلمين؟ شو اسوي؟ احبه. ليش حبتك حيه ان شاء الله، حبتك حيه، والله موتيني. انت تدرين هذا انا البارحه ويا من شفته؟ ويا من؟ ويا سناء حبيبته القديمه. سناء؟ اي سناء. انت وحده كذابه. لا مو كذابه، وتريدين تصيحي هسه خلي اواجهها. هسه اخابره وتشوفين. اي خابري. مشغول. طبعا مشغول حبيبتي، اكيد مشغول. الله اعلم ويا من هسه دا يحكي. انا بس اريد افهم شغله واحده بس. رجال القطبيج ابو نسوان، سرسري، نذل، حقير، شكو صفه بهالدنيا بي، شنو اللي عاجبك بي؟ فهميني يابا. مضطره. مضطره؟ ليش عني مضطره؟ لانه ايه. فهميني حبيبتي ليش مضطره. انا اريد افهم بس شغله واحده، انت ايش ناقصك؟ ليش ايش تسوين بنفسك؟ الف واحد يتمناك. اعرف اعرف، بس شوفي شوفي من تركت الى هسه كم كيلو سمنت؟ 6-7 كيلو. 6-7 كيلو على اساس قليله هالقد؟ 6-7 كيلو هذول، 6-7 كيلو شلون راح انزلهم اذا ما ارجع له؟ يغثني ويقهرني ويبتشيني ويخليني هيك نفسي تلعب وانحر من الاكل. تبيكي؟ يعني انت راجعت له ومتحمله غثاثته على مود انزل لي كم كيلو؟ طبعا شهرين انطيني، شهرين ويا وائل اصير سلم. يعني انت صدق ما رجعتي له لانه تحبيه؟ ايه انا ارجع لهذا المعفن التافه واحبه؟ لها شنو هذا؟ شوفي هسه راح اخابره ويغثني وما يرد علي، وهالشكل انا راح اتسمم وما اشتهي اكل. ارتاحيتي؟ افتهمتي؟